باشرنا الدوام هاي الميناء خور زبير من 2019 لهذا اليوم. يا كتاب اللي يجي يكتبون عليه الوزير غيره يكتب حسب الضوابط. الضوابط اللي يكتبها شنو الضوابط اللي عندكم داخل الميناء؟ راجعنا يوم الخميس بيها يقول اجراء اللازم حسب الضوابط. ضوابط تقول ماكو توظيف داخل الميناء خور زبير. يعني اذا ماكو توظيف المجان يشتغل احنا هنا. من 2019 لليوم المجان يشتغل هنا المن يريد نعيش. جابونا على شركه اهليه واحنا على الميناء على اساس؟ تروح للمحافظه يقول لك انت على 30,000، 30,000 تشتغل داخل شركه اهليه. اريد حقنا، ما اريد غير حقنا وبس. حتى واحد يعلمك ناس حالك. كتابنا شغل، اريد احنا على الميناء لان صار لنا هنا 3 سنوات و2 شهر ومهمشين وما حد بحالنا، كلها رفضتنا، ولا واحد قبل يخلي لنا لا عقود، لا اجر يوميه، لا تعيين، وهذا الكتاب هاي احنا خريجين وكاظم مكناسه من الصبح لليل، مطار، حار، هاي احنا هذا كتابنا وهسه نريد حقنا. طبعا جينا عن طريق مكتب تشغيلي الميناء. بصفتنا نشتغل على الميناء، قالوا ما عندنا موازنه هاي السنه، هاي من 2019 سنه. المهم قالوا تجي شركه اهليه تشتغلون بيها لحد ما يصير عندنا موازنه وشغلكم على الميناء. عندنا كتب رسميين وراجعنا بيهم دوار الكافه يعني ورجعنا المن مديريه الموانئ، مديريه الموانئ جبنا لهم كتب رسميه الفرحان الفرطوسي مدير مالتها. عنده مشكله ويانا ما ادري شنو الله اعلم بعد. بس ما جاي يمشينا. اشتغلنا بميناء خور الزبير وكتبنا رسمية ومن المحافظ موقع عليها أسعد العيداني وقيل المقام وبحضور لجنة تنسيقية مع المظاهرات خور الزبير. ومن يوم 2019 لحد هاي السنة كتبنا كلها رسمية وهاي وقع عليها المحافظ وفرحان الفرطوس وما رضى يمشيها. عددنا 140 من ضمن عندنا احنا 350 اطوا مكتب التشغيل الخور الزبير، اشتغلوا ال 309 وبقوا 41 كتابهم على ال 30,000 درجه وظيفيه هم على الموانئ، ولحد الان هم رفض الكتاب. لحد اول امس انا بالمحافظه ورفض الكتاب فرحان.